على التزاماتها ومبادئها الخمسه المتمثله في يعني توسيع القاعده الوسطى وجعل كرامه المواطن اساس السياسات العموميه ومساله العداله الاجتماعيه وجعل راس المال البشري في صوره تعزيز يعني النموذج التنموي الذي يعني تحسين الاحتياط الديمقراطي. بعد هذه المبادئ الخمس وبعد مرور حول كامل لا نجد اي نتيجه ملموسه من التزامات الحكومه الحاليه. هذه الحكومه التي وقعت يعني تعاقدا اجتماعيا مع الشعب المغربي لحد الان ليس هناك يعني اي نتائج ماديه ملموسه. في الوقت القريب فتحت الحكومه بمجموعه من الحوارات مع مجموعه من النقابات والمجتمعات المدنيه، ولكن حتى الساعه ليست هناك اي نتائج تركه مثمره في هذه الحوارات. ندعو الحكومه والجهات المسؤوله على ملفنا وكذلك المرتع العالي العلمي والابتكار الوصيه على ملفنا بان تفتح معنا حوارا جادا ومسؤولا من اجل حاله هذا الملف الذي عمر. نحن ضحايا الفساد الاداري والاختلالات الاداريه والفساد الاخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والاداري في هذا المغرب، يعني المناصب التحويليه كذلك يعني المغرب يعني ينخره الموظفون الاشباع في جميع القطاعات والمؤسسات الحكوميه، وكذلك عدم الشفافيه في المباريات التعليم العالي. لهذا لاسباب ولغيرها ارتئينا اليوم ان نستمر بعد دخول العام الرابع في اشكالنا النضاليه التصعيديه المفتوحه على جميع الاهتمامات. هذا وما ضاع حق وراءه مطالب، وتحيه لقناه اخبارنا والسلام عليكم. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.